الفاروق اللي هو عليه على قناتي اعملها عمل، تمام؟ ده ثوم بتاع حوالي 14 تومية واطي، 14 تومية واطي. وده جنين القمح زيه زي براعم القمح. وده ليمون 15 ليمونة، 5 بعصرهم و5 من غير عصير، القشر بتاعهم بس 10، سوري القشر بتاعهم و5 بالعصير بتاعهم. في بعض منه ما اتطحنش وده مش كده كويس، بيتاخد مع الوصفه جوه الوصفه. هنجيب برطمان زي دوت، تاخد معلقة كل ساعة لمدة 4 أيام. أي حد عنده أي نوع من أنواع الكانسر